بعد سنة على انطلاقة شرارة 17 تشرين مش رح نطفي شمعة، رح نضوي شعلة. يوم السبت 17 تشرين الأول 2020 كلنا، يعني كلنا مع الماسكات والتباعد الاجتماعي والانتباه وبكل الساحات والمناطق رح نولع شعلات الثورة ليوصلوا عبيروت عبر سلسلة بشرية، وعالساعة 6:07 رح نضوي شعلة 17 تشرين لنأكد ونصرخ سوا مكملين ثورة.